المؤهل أول أحمد شعبان بينضم لنا من غرفة التحكم المروري تنشوف سوا كيف الحركة على الطرقات. طبعا اليوم هو عطلة رسمية وهذا الشيء مفترض يكون انعكس حركة خفيفة. صباح الخير. بونجور. صباح الخير. يا اليوم يعني هيدا نهار قبل اللوك داون رح يكون في عجقة ولا عطلة؟ يعني بشكل عام فينا نقول لغاية الساعة حركة طبيعية جدا وخفيفة. هلا اليوم بما انه ما في يوم عمل اكيد يعني بدها تكون حركة السير اقل من الايام اللي فيها عمل، انما اكيد قبل اللوك داون يعني من المتوقع انه تصير في عنا شوية حركة سير. بهالاثناء فينا نقول انه مداخل العاصمة حركة جد طبيعية، كذلك الامر بالنسبة لشوارع بيروت الداخلية والرئيسية كلها حركة سير طبيعية، ما في عنا اي عوائق، وكذلك بالنسبة للمناطق كمان ما في عنا أي عوائق بالمناطق الشمال جنوب بقاع أي شيء عم بعيد حركة السير، ما في، كله حركة السير فينا نقول طبيعية. بالنسبة للطرقات الجبلية دهر البيدر وترشيح زحلة ومعاصر شوف كفرية هي الشارين اللي بتربط بالبقاع إجمالا كلها سالكة، ما في عنا أي شيء عليها. الطرقات المقطوعة بس في عنا بالنسبة بسبب تراكم الثلوج عينات الأرز وكفرزة بين حدث بعلبك وجرد مربين الهرمل. هذا بشكل عام بالنسبة لوضع الطرقات. بالنسبة للحوادث تسجل عنا من امبارح لليوم 8 حوادث سير. نتج منهم 8 جرحى، بنتمنى لهم أكيد الشفاء العاجل. محاضر رادار تنظم 679 محضر خلال ال 24 ساعة. بنذكر المواطنين انه اعتبارا من بكره الساعه 5 صباحا رح يبلش عنا الاغلاق خلال فتره الاعياد لغايه الساعه 5 من صباح يوم الثلاثاء. بنتمنى على المواطنين انه وضع الكمامه وعند الخروج، وهو ممنوع الخروج والولوج الى الشوارع الا للمستثنين او الاشخاص يلي بياخذوا اذن من المنصه. صحيح. منذكر المستمعين كمان بخطنا الساخن هو 1720، وفيهم يتصلوا عند أي طارق بغرف عمليات قوى الأمن الداخلي على 112، وهذا كل شيء لهالساعة. شكرا كثير لك ويعطيكم ألف عافية.